يحكى أنه في أحدى البلاد البعيدة كانت تعيش عائلة حياة رغيدة، وفي يوم من الأيام ذهب رب البيت إلى العمل بسلام، وشاء القدر أن يتوفى في مكان بعيد عن بلده. وبعد ساعات قليلة وصل نبأ الوفاة إلى ولده. حدد الولد يوماً للدفن والعزاء، لكن الصدمة كانت من الأشقاء، طالبوا بميراث الوالد حتى قبل الدفن وبدا من بارد. فأجابهم الأخ الأكبر: انتظروا لننهي الدفن، ما بالكم الله أكبر. لكن الأخوة رفضوا والتقصيم طلبوا. قال الكبير بطريقة فظة: ماذا سيقول الناس؟ كنا ننتظر هذه اللحظة؟ انتهى النقاش بعدما طال، وقرر الأخوة على أنفسهم الابتكار. رفعوا دعوى على أخيهم بتهمة النصب والاحتيال، فطلب القاضي منه أمام المحكمة الامتثال. ذهب الولد إلى أحد عقلاء البلدة ليستشيره ويحل له هذه العقدة. سرد له القصة وسأله عن الحلول، فأجابه الوجيه: اذهب إلى فلان وهمومك ستزول. قال له الشاب: إن فلانا مجنون. اذهب، سيحل لك هذه القضية وبعقل موزون. استهجن الفتى هذه النصيحة، لكنه ذهب إلى فلان وأخبره القصة الصحيحة. وبعدما انتهى من السرد أجابه الفلان: سل أخوتك يوم غد، هل لديكم من يشهد على موت أبي؟ ذهل الفتى من كلام الرجل وشك أنه الجنون يدعي. ذهب في اليوم التالي إلى القاضي وقال له ما علمه المجنون لكي أخوته يقاضي: أين الشهود على موت الوالد؟ أبونا توفي في بلد بعيد ولا يوجد شاهد. وهكذا حكم القاضي بتعليق القضية حتى استكمال الأوراق وإثبات موت الضحية. حينها قال الأخ الكبير: كلام المجنون ثمين، حقاً خذوا الحكمة من أفواه المجانين.